بيكام يتحول إلى رسام، كالفرت لوين يصبح عارض أزياء، كونتي يشن حربا على الكاتشاب. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. البعض يفضل التحضير مبكرا لموسم الأعياد، وديفيد بيكام هو أحدهم. ديفيد نشر فيديو له على إنستغرام وهو يرسم شجرة عيد الميلاد، لكن بطريقة مميزة كانت بتلوين كرة القدم وتسديدها على الحائط لرسم الشجرة، وبالفعل تمكن بيكام في النهاية من رسمها بهذه الطريقة المبتكرة، ويبدو أنها لاقت استحسانه هو أيضا. وفي إنجلترا، كالفرت لوين لاعب نادي إيفرتون اغتنم وقت ابتعاده عن الملاعب للإصابة وأصبح عارض أزياء. كالفرت ظهر على غلاف مجلة أزياء رجالية وهو يرتدي زياً وصفه البعض بالغريب، ويعرف عن لوين حبه لارتداء ملابس ملفتة. وكما قال المهاجم الإنجليزي من قبل، فإن ستايل الخاص به يساعده في التعبير عن نفسه. أعلنت بلدية بولونيا الإيطالية عن تكريم المدرب الصربي ميالوفيتش ومنحه الجنسية الإيطالية الفخرية في 17 من الشهر الحالي. وبحسب وسائل الأعلام، فإن هذا القرار قد جاء بعد الدور الكبير الذي لعبه ميالوفيتش في المجتمع المحلي، خاصة وأنه قاد نادي المدينة في الدور الإيطالي وهو مصاب بالسرطان. بعد أسبوع من تعيينه مدرباً لتوتنهام، قرر كونتي منع الكاتشب والمايونيز عن لاعبي الفريق، كما وصف بعضاً منهم بأصحاب الوزن الزائد. وبحسب صحيفة The Athletic، فإن اللاعبين قد اشتكوا من الحصص التدريبية مع كونتي ووصفوها بالمميتة. الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، بل فرض المدرب الإيطالي نظاماً غذائياً صارماً على لاعبي الفريق اللندني.